اول واحد. يلا فكوا. اوكي هتطلعي الكارت اللي جواه. اوكي وبالحبر السري ايه نشوف هيطلع لك ايه. اه ايه ده انا متفقنا حبر سري. جو رأفت الهجان بقى وحركات. ايه الجو ده حركات. الحركات دي ايه ده فعلا شيء خيال يا ناس. امال ايه مش هغش. التضحيه. سؤال التضحيه بيقول لك بقى ايه. سمية الخشاب ممكن تضحي بتكوين اسره وبيت واطفال عشان الفلوس والشهره والحاجات دي؟ لا مش عشان الفلوس والشهره. ما حدش بيضحي بحاجه. ده الجواز والخلفه ده نصيب. ده بتاع ربنا ملوش علاقه لا بفلوس ولا بشهره ولا بحاجه. ما في ناس كتير مشهوره وعندها فلوس وعندها اولاد. ما ايه العلاقه يعني؟ عمرك رفضتي تخلفي عشان خاطر لا انا لسه عايزه احافظ على وزني، لا انا لسه نجمه، انا لسه بادئه؟ لا لا الحاجات دي بتاعت ربنا. الواحد ملوش اي اختيار فيها خالص مهما عمل. لو ربنا عايز يكون يجي مخلوق على الارض هيجي غصب عنك وعن اي حد يعني. ملهاش علاقه تفكيرك خالص. اه طبعا. طب لو جه راجل دلوقتي وقال لك هعملك كل اللي انت عايزاه في الدنيا بس تقعدي في البيت ما تشتغليش؟ لا هو يجي راجل ليه يتشرط عليا اساسا؟ انا اللي اتشرط عليه يعني. يجي بس يجي بشروطي مش بشروطه هو اساسا. يا جامد انت يا طبعا سايك. خشي على اللي بعده. يلا بينا. لسه هنقعد. ايه يا ترى اللي جاي مخبيلك ايه يا سميه؟ عجبتني حكايه ايه يا شابه الحبر السري يا شابه دي عجبتني اللعبه.